بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد لعبة League of Legends، تحديدا الحلقة رقم 4 من Road to Platinum. طيب يا جماعة الخير، زي ما انتم عارفين احنا عاملين سلسلة بنحاول ان احنا نطلع فيها من الجولد للبلاتينم. سريعا كده الشباب للي اول مرة يتابع السلسلة دي واول فيديو لي، انا كنت هاي بلاتينم في ايو نورديك، ولما حولت لويست دخلوني في حاجة اسمها سميرف كيو. السميرف كيو انت بتقدر ان انت ترانكب فيه بسرعة جدا لو انت بتكسب، ولكن للأسف الشديد انت بيكون عندك حل من الاثنين، يا جماعه انت بتعمل لك كاري بشكل جامد قوي، يا جماعه يا جماعه بيبقى قدامك سميرفز وهم اللي بيعملوا كاري، ما تبقاش قادر ان انت تعمل اي حاجه خالص. فانا خليني اقول لكم بصراحه، الجماد دي بتبقى ممتعه وفي نفس الوقت بتكون صعبه، فانا حرفيا متحمس جدا 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 ان انا يعني نشوف مثلا في الحلقه 20 ولا 25 هنقدر نعمل ايه في السلسله دي. شكرا جدا 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 يا شباب لدعمكم الجامد جدا في الثلاث فيديوهات اللي فاتوا. يا ريت يا جماعه الخير تكملوا دعمكم وتعملوا لايك وشير للفيديو دي للفيديو ده عفوا وتوصلونا 2000 لايك. قدامنا يا جماعه الخير موندو بريسولفو معاه مع تليبورت، فاحنا كده وي ويل بي سيف في الايرلي يعني. طيب انا مش مفروض ابدا ان انا ابوش اللين، لان هكرم اكيد هيجي لي في الايرلي 100% هيجي لي في الايرلي. انا عندي شويه باكيت لوس يعني ما اعرفش ايه حوار الباكيت لوس لما باجي اسجل، حاجه حزينه قوي، حاجه حزينه قوي قوي يعني. بص البينج بيطلع طيب هوبفلي ان الدنيا تظبط. لو فضلت بلاك كده ممكن يكون الموبايل بيعمل ابديت ولا حاجه، والنت عندي هنا نت بتتصايه خالص. طيب ما علينا، عمال اوقع شويه فارم كده. بص يا شباب الباكيت لوس لول. طيب انا خليني اقوم اجيب الموبايل بسرعه واجي اقفل النت من عليه يعني. اوكي قفلت النت على الموبايل، هوبفلي البينج يفضل 125. اي جس ان انا خسرت حبه اكس بي محترمين يعني، ولكن وات كان اي دو مان. خلينا نظبط البينج الاول. يا ابني انت بتجيبها فيها ازاي يا ابني؟ نايس ما ضيعتهاش. طيب انا عايز اهدى عشان هكرم. اهدى يا مستر احمد، ابوس ايدك عشان هكرم الحصان هيجي طاير. طيب انا ما اعرفش ليه عملت بوش بالمنظر ده، كانش المفروض ابدا ان انا بوش على دكتور موندو يعني، مش اي 30 لازمه خالص. الله انا ليه كنسلت الاوتو هنا؟ عظمه يا مستر احمد. طيب ما علينا، هو بيحاول يفريز. عايز افتكر ان انا مش هعرف اسحبه. يب مش هعرف اسحبه الباشا دكتور موندو. انا بمس فارم كتير قوي يا جدعان. وات ذا هيل از جوينج اون؟ لك يا اسطى عامل ايه؟ لك يا اسطى عامل ايه؟ عايزين نجيب له بس انتي هيلينج في الايرلي كده. طب انا خسران فارم كتير قوي للاسف، اللاست هيت عندي بعافيه شويه، لكن انا صراحه ما سخنتش قبل الجيم ده يا شباب، اتحمست وقلت يلا انا هخش رانكد على طول. Anyways احنا لو عرفنا نحط عليه البليد في الايرلي ممكن نموته على فكره، ممكن جدا نموته. خلينا نهدى كده. هاي كريم ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. تعال تعال يلا ارجع بقى بلو اتش بي. نايس فيرست بلود في البوتلين بس راحت لاليستر which is not that good. اوكي هات الكانون دي، معيش مانا ضيعتها في لما هكرم طلع. ممكن يضرب الكيو دي عليا. ماشي ام جود. الفارم تعيس شويتين بس ام جود. راحت. اوكي تمام. احنا اكسكيوشنر يا شباب وبعد كده هنروح ترينيتي فورس. لازم ابقى اكون بطلع دامج عالي على الواد موندو ده.
معيش مانا. ماشي انا بفكر ارجع يا شباب. I have to go back. عنده مينينز كتير قوي، اعتقد انه يحاول يفريز، بس انا هجيب الاكسكيوشنر ضروري جدا. الاكسكيوشنر كان يعني كنت محتاج ان انا استنى اجيب البوتس كمان، بس هو كده كده هيفريز اي جس، هو مش هيبوش، هو مش هيبوش، فخليني استنى اجيب البوتس بالمره عشان برضو you never know what happened. بعد كده هطلع له تاني في التوب لين، لازم اجيب عليه كل في الايرلي يا شباب، لازم اجيب عليه كل في الايرلي. الراجل نفخني في الفارم وعمل ويف كنترول بشكل حلو قوي يعني، بس اي جس ان هو مش عارف يفريز كتير يعني، هو مش عارف يفريز كتير كده كده. الويفه الثانيه هتيجي خلاص، شكرا. هوبفلي يعني يسو في الميد لين، هكرم في الجنجل ما شفتوش غير مره وهو كان في التوب. الراجل ده جاب 6، اقدر اموته معايا اكسكيوشنر، بس مش عايز برضو ان انا انسى هكرم. هكرم رخم، هكرم رخم. خد الدراجون للاسف. طيب خلينا زق الويف يا شباب، رخم قوي موندو يا جدعان، رخم قوي قوي يعني. طيب هوز نول فريز، حاول يزق المينينز دي عليا، بس انا ممكن اروح اخد السكاتلر او ممكن احاول افايت الواد موندو. ازاي جبتها فيا يا ابني؟ سانون طيب، بيزك اتاك الاخيرة دي يا شباب لو ما كانتش جت اي جاس ان انا ممكن اخد البليت ده واطير. يب المفروض اخد البليت ده واطير. عاش عاش جدا جدا جدا، مش هقدر ابوش اكتر من كده لان هو معاه تي بي. نوت ورست. اوكي نايس، تي بي يا حبيبي. عمل تي بي؟ ما عملش تي بي. ساد whatever man. ادينا جبنا الشين، وضعنا كويس، وضعنا كويس، خدنا كل عليه بالعقل. مش يعني هو مسيطر بصراحه يا شباب، هو مسيطر في الفورم، مسيطر في اللين كنترول، بس خدنا عليه كل which is good. جوين يقدر ان هو ياخد البتاعه دي ويطلع توب، بس انا مش متفائل ان هو يقدر ياخدها لوحده، فانا مش عارف ممكن اعدي عليه، بس دكتور موندو بيعمل هارد بوش يعني للاسف. Anyways يا جماعة الخير، يا ريت يا شباب لو عجباكم السلسلة وعايزين تدعموني وتشجعوني ان انا اكمل، يا ريت يا جماعة الخير توصلوا الفيديو ده 2000 لايك، وشكرا جدا 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 ليكم. طيب انا عملت بوش على سن الترزي الحريمي جوين هيطلع في التوب لين، بس ما حصلش الكلام ده which is not good خالص، بس قشطة وضعنا تمام، بدأنا نقلل الجاب اللي ما بيننا وما بينه في الفارم سيكا. ايه يا عمي ما دوستش على دي يا عم، دوست على الكانون. كم اون مان، كم اون مان، الحاجات دي تزعل قوي يا شباب، الحاجات دي بتزعل قوي. الكانون لما بتروح الواحد بيتلت قوي. أو شيت، نسيت خالص، نسيت خالص ان هيكرم هيطلع لي. ماي باد ماي باد ماي باد جدا بصراحة، ماي باد جدا جدا جدا. في ثانية أول ما تنسى الباس بتاع الجنجلر فين، في ثانية خلاص تموت على طول، تتعاقب. طيب هو هياخد بليت، بس أعتقد إن هما ممكن كده يقربوا إن هما ياخدوا الفيرست تاور يعني. هياخد بليت وهيبوش كمان، ممكن ياخد بليت تاني، بيركول في مكان متخلف شبهه يعني. الواد موندو مش حلو يا جدعان على فكرة، الواد موندو مش حلو خالص على فكرة، اللي هو بيعمله ده هبل في هبل يعني. أنا هيجيلي إن شاء الله الجوست وهقتله، بس دي غلطة، غلطة وحشة قوي. دايما بصوا على الماب يا شباب، ما تسرحوش. أنا عارف إن يعني ما ينفعش تقول لحد ما تنساش، ما هو لو ما نسيش مش هينسى. بس السرحان هنا صعب.
اوكي بيضيع وقت زي العبيط. ماشي نايس 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 نايس. طبعا طبعا هو معاه تي بي دلوقتي فانا مش هبوش. هو معاه تي بي انا متاكد انه ما استخدمش التي بي. انا مش هبوش. هرجع اجيب لي ارمور. طبعا انا الجيم ده شباب مش هلعب تانك على قد ما انا هلعب دامج. انا هجيب الترينيتي والبلاك كليفر. اجيب الترينيتي والبلاك كليفر. او ماي جاد خضني اقسم بالله خضني جدا خضني. رعبني يا جدعان رعبني اقسم بالله. وات لقيت فجأة واحد قدامي بيضربني يعني. وات هيل مان. دكتور موندو ساب التوب. هو ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ طيب ياسو قتلته بعد ما رعبني. والله خضني يا جدعان قلبي بيدق. اتخضيت كأني بلعب لعبة رعب ولقيت واحد طلع لي. مش متوقع ابدا ان هو يطلع لي يعني. في حفلة في الميدلين يا جدعان. في حفلة في الميدلين. ربنا يستر. اوه نايس. عاش 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 جدا. مش عايش. طب انا اوه عاش جدا. اديني في التريبل كيل. هنا لسه داخل تحت التاور بيحاول ان هو. انا ليه قلبت كاستر؟ ليه قلبت كاستر فجأة فيه؟ طيب اديني في البليتس يا اسطى. فري جولد يا معلم. ادي الله 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 الله. طيب انا هاخد التاور بصراحة. يولو معرفه ان موندو ممكن يعلم عليا دلوقتي بس انا عايز اخد الفيرست تاور. يب فيرست تاور. نايس 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 نايس. رجعت بالترينيتي فورس يا جدعان. 130 ثانية هيكون معايا الجوست. انا هبقى ديدلي ازهال يعني. هبقى ديدلي ازهال حرفيا. نايس نايس فيرست تاور يا جدعان. طيب هده قدامنا ياسو هكرم اش يعني المين دامج يعتبر. انا هجيب الكليفر عشان التناسيت يا شباب بصراحة. انا هجيب الكليفر عشان التناس. ايه اللي انا قلته ده؟ هجيب الميركريز تريدز دي اللي هي بتاعت الماجيك ريزيست عشان التناسيتي. التناسيتي مهمة قوي على داريوس خصوصا قدام اش قدام جانا قدام ياسو. التناسيتي مهمة جدا. كل ما يكون قدامك سي سي اكتر كل ما التناسيتي تنفعك اكتر من اي حاجة على داريوس. لان عدو داريوس اللدود هو الستانس والسي سي. اوكي اي شوت كيلهم يعني بس انا هعمل نفس عبيط عشان يرجع لي تاني. وات ذا هيل مان. الكيوز بتاعته مقرفه. كويس ان انا ما فايتوش لان ياسو موجود عندي. كويس ان انا ما فايتوش. الحمد لله ان انا ما فايتوش. بص معمول عليا دامج عامل ازاي. حاجه جميله. طب انا شايف هكرم في الميد. ياسو اكيد هيتحرك مد. اوكي انا جاي. اقفش اقفش. في فايت دلوقتي. ياسو هكرم هيكونوا موجودين وكمان موندو ممكن يفولو الفايت دي. سند شفت خلاص بس ام جوينج ان مان. اي كان فايت ات على فكره. معايا جوست كمان 34 ثانيه. لك استعمل ايه. طبعا هو هكرم ممكن يزقني بالاي وياسو يقلط على الاي بتاعتي بس شو دو يبوش ولا نطلع. انا ليه سبت التوب يعني. اشتا حتة ان التاور ضربه ده يعطله شويتين. معرفش هو راح فين بصراحة بس انا عايز اخد الهيرالد ده. بليز 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 بليز. لبسني واحدة كمان. اوه يا مستر احمد يا مستر احمد يا فاجر. كانت هتبقى حته دبل كل تدرس. اوف مان. اوه كلوز يا جدعان. كلوز. ذات واز جود مان. ذات واز ريلي ريلي جود. اه مت بس بصراحه اتعملت حلوه قوي. تخيل لو كنت جبت الكيو دي. او ماي جاد او ماي جاد لو كنت جبت الكيو دي. يعني بلاي حلوه بصراحه يا شباب. بلاي حلوه. انا المفروض ما بقاش خايف من حاجه لان معانا جوين بتلعب اي بي و5 كيلز يعني تزريلي ريلي جود يعني.
بس حرام يا جدعان، تخيل لو كانت الكيو دي جت، يعني بتفرق على حاجة بسيطة قوي بداريس. داريس فعلا بتفرق، ان انت ممكن تموت موتة يعني وحشة، يعني تموت فور فري حرفيا، او تجيب بنت كل، لانك انت بتحيي الانفينيت طول ما انت بتضرب الكيو صح. هنا يا شباب كانت جزء من الثانية، جزء من الثانية. مهم يا جماعة الخير، يا ريت يا ريت يا ريت اللي مش عامل لايك يعمل لايك، يا ريت توصلونا يا شباب 2000 لايك، وشكرا جدا جدا لدعمكم المستمر يا جماعة الخير. شكرا جدا ان انتوا دايما معايا وبتشجعوني، جزاكم الله كل خير، ربنا يفرح قلبكم زي ما بتفرح قلبي يا شباب. بيزعل 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 بيزعل، مقرف 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 مقرف. دكتور موندو برضو مش سهل، دكتور موندو برضو مش سهل. طيب في دراجون، انا اعتقد ان انا هبتدي الهيرالد ده، احلى لاج في الدنيا ده ولا ايه؟ لسه انا بلاج يا شباب. بينج 200، البينج 200 للاسف، معرفش ايه اللي بيسحب النت والله. بس اللي يا بينج، اللي يا بينج، الله يرضى عليك حبيبي، انا باخدها. ها شكرا، انت راجل كويس. انت راجل كويس. انا هرميها في ال... بصوا في حفله، في حفله هنا، فانا هرميها في الميد. خلينا نخبط لنا خبطتين. بصوا الباكيت لوس يا جدعان، بصوا الباكيت لوس. طيب احنا المفروض ناخد التاور ده يا شباب، المفروض ان احنا ناخد التاور ده، ممكن نهبط كمان في اللي بعده. لول، ويل بلايد يا بوتلين بتاعهم طبعا. بوش يا صاحبي، بوش بوش بوش، نايس. وات ذا هيل، فتحنا التاور ال... نايس جدا، ويل بلايد مان. هيرالد يا جدعان، الهيرالد مهم قوي، هيرالد مهم قوي 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 يعني. We shouldn't go. مش مع ان احنا نروح خالص بصراحة، بس ممكن نبص كده بصة. معيش مانا، هلسي قليل، انا هرجع، محتاج الكليفر يا جدعان، هتفرق معايا قوي. خلاص we should give it. سرقوه، اوف كان ممكن يسرقوه. مش حابب افايت على دي بصراحة يا رجالة، بصراحة يعني. نايس نايس قوي، اوه نايس قوي نايس قوي نايس قوي نايس قوي. معايا فريق ما شاء الله كويس، ده اللي انا بقول لكم عليه يا شباب. يا بتنزل مع فريق كويس تقدر ان انت تساعدهم ان تكسبوا الجيم بسهوله، يا تنزل مع فريق عره يكرهك في اليوم اللي انت لعبت فيه ليج اوف ليجندز. هو ده السميرف كيو للاسف. جوان خلاص، جوان اتفايدت جدا عامه، بس احنا والله عملنا كام بلاي حلوين قوي يا شباب، قوي قوي يعني. دكتور موندو احنا يعتبر يعني مخرجينه بره الجيم بنسبه كبيره قوي، او عمال يجيب في ارمور، بس انا هجيب في بنتريشن لما اعميه يعني. اوكي ممكن انزل بوتلين دلوقتي، ممكن انزل بوتلين اساعد في البريشر اللي هم حاطينه في البوتلين. وانس ان انا اجيب الكليفر خلاص يا جدعان، اي كان 1 فيرسز 9. اديني الدبليو، مستفزة. بتعمل ايه يا اسطى؟ ياسو متقدم قوي يا شباب في الميد، متقدم قوي في الميد. الواد ده فري كيل، ذاك استعمل ايه؟ حلوة. طب اضرب الالت، نايس. اوكي اوكي هنجيبها 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 هنجيبها، خلاص خلاص، ملوش لازمة ملوش لازمة ويست الفلاش. انا حرام والله، انا كان المفروض خدت الكل دي، كانت هتفرق معايا قوي يا شباب. لو كنت خدت الكل دي كانت هتفرق معايا جدا 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 يعني، بس مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة، المهم ان انت تكسب الفايت يعني، دي اهم حاجة.
حرفيا يا شباب لما يكون بيلعب معاك داريس وتدي له كل، انت خدمت نفسك مش خدمته يعني، انت خدمت نفسك لان هو يقدر يكاري. طيب انا 1600 جولد، انا مش هرجع لحد ما اجيب 300 جولد دول، هتفرق معايا جدا بصراحه، مش هلحقهم. 14 ماشي. ايه ده انا وقفت كده ليه؟ اوكي طبعا انا هنا معتمد ان البرن هيرجعني بسرعه، فام جود تو جو يعني. ايوه this is not good. I'm out. هموت بيرن؟ أكيد لأ، أكيد لأ، أكيد لأ، أكيد لأ. unlucky جدا يا جدعان، unlucky جدا. أنا يعني عملت أوفر ستاي بس يعني مش لدرجة إن أنا أموت كده يعني. sad 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 unlucky unlucky جدا. قشطة 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 مش مشكلة. العيال معايا متفايدين بغباء. أنا متوقع إن الناس دي تعمل سرندر في أي لحظة، بس موتة وحشة أوي يا جدعان بصراحة، sad موتة حزينة. anyways انا جبت كده كليفر خلاص، شكرا، كل سنه وانت طيب. لازم بقى اروح تانك يا شباب، لازم اروح تانك، لازم اجيب ال dead man's plate. لازم dead man's plate خلاص، انا كده 1 versus 9 حرفيا يعني. طب احنا عايزين ناخد ده. اوف مسحه والله العظيم. ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. والبليت وين؟ ما تموتيش نفسك بليز. ستيل ده دكتور موندو يعني، والله كليته اكل، والله نفخوهم يا جدعان. طب انا اروح معاهم بقى مد، لان احنا كده ممكن اند. دكتور موندو اوت اوف ذا جيم خالص شباب، خالص خالص. شكله ما بيعرفش يلعب بدكتور موندو بصراحه، هو بيضرب كيهات حلوه بس هو ما بيعرفش يلعب بدكتور موندو. اوه 1 اتش بي. طب انا ممكن اساعدها اي جس. خلاص هي الواد عرف انها تقدر تكايتو. Should we end يا جدعان؟ We can end. We can end. معنا بارون. رفعتنا احنا الاثنين. انا هرجع. كلهم لو اتش بي قوي. نايس. لول. اوكي. مش عارف اسحبه طبعا، انا عايز اضيع الباسيف بتاعته. لا مش ده. اوكي. اوكي تعال هنا. يا نهار ابيض يا جدعان، انا ضربت الالتيميت على موندو. والله يا جدعان البينج بيطلع، والله العظيم البينج بيطلع. يعني البينج هنا بيلعب ضدي. البينج الانترنت بيلعب ضدي. بصوا. انا ضرب الالتيميت من زمان على ياسو على فكرة. يعني انا قتلته من غير التيميت، بس انا ضارب الالتيميت من زمان على ياسو. نو كومنت يعني. طيب ما اعتقدش ان انا يا شباب يعني هخش جيم تاني لحد ما اظبط البينج، ولكن الجيم ده كان جيم حلو قوي يا شباب بصراحه يعني. اتعمل لي كاري درجه اولى ما بيني وما بينكم يعني، اتعمل لي كاري صح يعني. طيب خلينا نشوف هنا يقدروا يعملوا اند ولا ما اعتقدش يقدروا يعملوا اند. ياسو عبيط بشكل مش طبيعي يا جدعان. طيب خدوا علينا كم شت داون، بس الجيم خلص. الجيم خلص، خدوا علينا كم. اوف. لول. طيب ماشي. جوين جاري. هو بيعمل لهم بيت. وين هتنفخهم؟ الو يا جوين الترزي الحريمي، اوعى الترزي الحريمي. جي جي ويل بلايد، جي جي ويل بلايد. نايس جيم. طيب احنا كسبنا رغم كل حاجه يا شباب، رغم ان النت بيمسي علينا. عايزين يعني نظبط النت الاول قبل ما نلعب تاني، ولكن كسبنا يا جماعه الخير، وكان جيم رايق بصراحه. انا يعني مستواي كان نيوترال،
بنسبة كبيرة ما كنتش بعمل غلطات كتير، وبرضو ما كنتش يعني أنا اللي عامل الكاري بصراحة. طب أنا هدي جوان عشان ترزي الحريمي ده بقى لشناه في الفيديو اللي فات، المرة دي وعمل شغل حلو. فياه ياه 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 طبعا أنا خسرت كام جيم للأسف يا شباب من الفيديو اللي فات للجيم اللي احنا اللي بنعبه دلوقتي ده، ولكن مش مشكلة إن شاء الله بأمر الله هنطلع بلاتينم قبل ما السيزن ده ينتهي، يمكن اكتر كمان من بلاتينم. شكرا جدا 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 لمتابعتكم يا جماعه الخير، يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استمتعتوا. الجيم ده كان جيم حلو زي ما قلت لكم، كان فيه كده كام بلاي انا عملتهم مش حلوين قوي، لكن البلاي اللي في الاول دي اللي كان ممكن اخد دبل كيل قصاد هيكرم وموندو دي كانت هتبقى الهايلايت بتاعه الفيديو يعني. ولكن شكرا جدا جدا لمشاهدتكم، يا ريت يا شباب تدعموا السلسله دي بان انتم توصلوا الفيديو ده 2000 لايك، تشغلوا جرس النوتيفيكيشن عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديده، وتعرفوا اصحابكم ان السلسله دي موجوده بان انتم تعملوا شير للفيديو. يا ريت يا شباب قبل ما تروحوا في اي حته تدعوا لوالدتي بالرحمه، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب، اللهم امين، هي وكل اموات المسلمين، وتدعوا لي دعوه بظهر الغيب، جزاكم الله كل خير. كان معكم مستر احمد، ولا فيديو جديد ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals.